الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية 147,850 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي. وأشارت مصادر إلى أن أسعار البيع والشراء استقرت في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147,250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148,000 والشراء بواقع 147,500 دينار لكل 100 دولار. أعلنت وزارة النفط في العراق إحالة مصفات نفطية بطاقة 300,000 برميل يوميا إلى شركة صينية. وقالت الوزارة إنها أحالت مصفى الفاو الاستثماري الكبير بطاقة 300,000 برميل يوميا مع بناء مجمع بتروكيماويات الفاو الاستراتيجي إلى شركة CNES الصينية الحكومية. يشار إلى أن عقود النفط في العراق شهدت صفقات فساد ضخمة فيما لم تتم محاسبة المسؤولين عنها. أعلن اتحاد مصدري جنوب شرقي الأناضول في تركيا أن العراق كان أكبر المستوردين للحبوب والبقوليات من تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي 2021. وقال الاتحاد إن العراق تصدر البلدان المستوردة للحبوب والبقوليات التركية بواقع 656,364,000 دولار، تلته سوريا ب 272,808,000 دولار، ثم الولايات المتحدة بواقع 236 مليون دولار. سجل الريال اليمني تدهورا حادا قياسيا في قيمته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، مع تحذيرات من أزمة جديدة في البلد الغارق في حرب وضعته في قلب مجاعة كبرى. وبلغ سعر الصرف في عدن 1007 ريالات يمنية مقابل الدولار الواحد، وهو أعلى سعر صرف منذ بداية الحرب عام 2014. يأتي ذلك بينما يعادل الدولار الواحد في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي نحو 600 ريال. أظهر مسح أجرته جريدة وول ستريت جورنال أن معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية قد يصل إلى مستويات غير مشهودة منذ عقود، وربما يستمر أكثر كثيرا مما يتوقعه المصرف المركزي. وتبدو نتيجة المسح على عكس ما يصر عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كون معدلات التضخم المرتفعة التي ظهرت أخيرا هي معدلات مؤقتة لن تلبث أن تختفي مع عودة النشاط الاقتصادي إلى معدلاته الطبيعية بحلول العام المقبل. كما أظهرت بيانات وزارة العمل تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 5.4% في حزيران الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، متجاوزا توقعات الاقتصاديين ليظل معدل التضخم الأمريكي عند أعلى مستوياته في 13 عاما. تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن الطلب في المستقبل بعد أن أظهرت بيانات أن واردات الصين من النفط الخام في النصف الأول من العام تراجعت وسط مخاوف بشأن الامتدادات مع تعافي العالم من فيروس كورونا. وهبط خام برنت 20 سنتا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1.8%، وانخفض غرب تكساس الوسيط بمقدار 23 سنتا بعد أن قفز بنسبة 1.6% في الجلسة السابقة.
كما أظهرت بيانات صينية انخفاض وارداتها من النفط الخام بنسبة 3% بين كانون الثاني وتموز مقارنة بالعام السابق، وهو أول انكماش من نوعه منذ عام 2013، حيث أدى نقص حصص الواردات وصيانة المصافي وارتفاع الأسعار العالمية إلى كبح عمليات الشراء. ختام الموجز بأمان الله.